ومن مدينة اللد ينضم إلينا مراسلنا عروة سيف. مرحبا بك عروة. إذا مندوبو الجمهور العربي في المدينتين حذروا من مغبة الاعتداء على يعني أي مظاهر من المظاهر والمقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينتين، كيف تبدو الأجواء عندك عروة؟ نعم، حتى الآن على أرض الميدان لم نلفت نظرنا إلى تجمعات وتجمهرات، كون المسيرة المذكورة المنظمة من قبل التوراة عمليا النواة التوراتية في المدن المختلطة، واليوم في الليد لا نشاهد حتى الآن عمليا تواجد لهذه المنظمين ولا تواجد، كون المسيرة ستنطلق تمام الساعة 6:30. هذا حتى الآن ما يدور على أرض الواقع وميدانيا. أما على المستوى السياسي كما ذكرت محمد، قيادة المجتمع العربي الدينية والميدانية أيضا، القيادة العامة من أعضاء أيضا بلدية ومن عمليا أصحاب مناصب رفيعة ومؤثرين في المجتمع العربي هنا في اللد، أشاروا إلى أن هذه المظاهرة إن مرت من الأحياء العربية وإن تم استفزاز الأماكن الدينية ستكون عمليا هناك ردات فعل استفزازية. هذا التوتر السائد هنا في اللد محمد هو توتر منذ شهر ماي الجاري لهذه السنة، حيث شاهدنا في اللد يعني كان التوتر سؤال عروة، شهدنا في شهر أيار مايو السابق الكثير من المشاحنات إن صح التعبير بين العرب واليهود في هاتين المدينتين بالتحديد. السؤال، كيف تقرأ الموافقة الحكومية من قبل الحكومة الإسرائيلية على تنظيم مثل هكذا تظاهرة في هاتين المدينتين؟ بالنسبة للمواطنين العرب إنها مقولة سياسية تضاف إلى سلسلة مقولات، منها قضية المعتقلين منذ شهر 5 والقضايا العالقة في المحاكم وأروقة القضاء هنا في إسرائيل. يعتبرون المواطنين العرب أن هذه القرارات وهذه الخطوات هي لا تتعدى خطوط الاستفزازية واستمرارية لكل ما حدث من ناحية، ومن ناحية أخرى نشاهد أن هنالك تكتل عربي يهودي إن كان من أعضاء عرب في البلدية وإن كان من أعضاء يهود عرب هنا داخل البلدية. وإن أخذنا أيضا التصريحات التي كانت على المستوى السياسي العام من أعضاء كنيسة كموزي رازا الذي استنكر وجود هذه المظاهرة، وأعضاؤنا الكثيرون من ميرت حزب ميرت اليسارية المعروف، إلى جانب أيضا رأينا تصريحات من الشق الآخر الشق اليمني من أمثال المحسوب على عضوي الليكود، وأيضا بن غفير الذي الآن صرح عبر تويتر أنه سيصل إلى المظاهرة اليوم. هذه المظاهرة أيضا محمد يجب الإشارة أن التعزيزات الأمنية والموافقة الأمنية التي خصصت لها هي عمليا منحت المواطنين العرب ما طلبوه من قيادة الشرطة، عمليا عدم الدخول في الأحياء العربية، عدم المساس بالأماكن الدينية والمقدسة. ورأينا أن التعزيزات الأمنية أشارت إلى من يريد الدخول من خارج اللد هو فقط محدود حتى 6 باصات، ما يعني أنه لا يمكن أن تكون المظاهرة فوق 800 بحد أقصى أو 500 شخص. ولكن الخطر الأكثر هو التوتر في هذه الحالة وفي هذا المشهد لا يخدم لا المواطنين العرب ولا يخدم أيضا المواطنين اليهود، خاصة أن رئيس البلدية هنا بالنسبة للمواطنين العرب يروه أن كل فترة وعمليا بين الفنية والأخرى يصدر تصريحات عنصرية، يقوم بقرارات عنصرية. فالمواطنون العرب هنا الذين يشكلون 28% من مجمل المواطنين التي تبلغ عدد سكانهم 81 ألف مواطن هنا، يرون أن نفسهم ما زالوا هم الأقلية التي لا تخرج حدود الدفاع عن النفس ولا تخرج عن حدود عمليا يعني هذا هو الحال عدم في مدينة اللد. ونحن نشاهد كذلك خلفك في الصورة التواجد الأمني المكثف والمعزز في المدينتين. شكرا جزيلا لك عروة سيف، مراسلنا حدثنا من مدينة اللد على هذا الحديث، كل الشكر.